النهارده في جريمه بشعه في محافظه الاسكندريه، مجهولون ذبحوا اسره من اصول سوريه باكملها. ذبحوا الزوج والزوجه والابن 6 سنوات وشقيق الزوجه. تفاصيل الجريمه معايا اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الاسكندريه. مساء الخير يا فندم. الخير يا فندم، اهلا وسهلا. ايه التفاصيل اكتر حول الحادث ومبرر ارتكاب حادث بهذه البشاعه؟ هو حضرتك النهارده الصبح الساعه 9:30 كان تبلغ لنا من اهالي شارع المعز في شارع الابراهيميه باب شرقي بوجود حريق في الدور السادس في احد في العقار رقم 2. انتقلت الحمايه المدنيه، تعاملت مع الحريق، اخمدته. بعقب الانتهاء تبين وجود اسره موجوده داخل الشقه، غرف، 3 غرف، في غرفه فيها الزوجه والابن، وغرفه فيها اخت الزوج، وغرفه فيها الزوج ملقى على الارض وفي طعنات وفي ذبح في الرقبه. وتبين بعد كده جميع الجثث فيهم ذبح في الرقبه، وايضا فيها طعنات كثيره في الجسم. الدلائل الاولانيه والحالات المبدئيه بتشير ان ما فيش الحمد لله طائفيه في هذا الموضوع، لان الاسره اسره مسيحيه. هي اسره مسيحيه فعلا. كلها، الزوج شغال موظف في فندق شرم الشيخ، ودي جايه امبارح في اجازته، اخته موجوده عنده، زوجته وابنه موجودين. الدخول بالنسبه للجاني او الجناه دخول مشروع من الباب، يعني اذا هو اتفتح الباب ودخل وكان مع الاسره. اذا هنا الاسره عارفه، عشان كده يمكن تخلص من جميع ما هم في الشقه من زوج وزوجه وابن واخت، علشان ان هو معروف لديهم، وده اللي ايه طبعا ماشيين عليه او خطوطنا ماشيين عليها. ايضا جميع متعلقات موجوده، ده بيشير ايضا استبعاد الدافع للسرقه، لا دافع طائفي ولا دافع سرقه، لكن هو هناك دافع انتقامي جنائي لاي ظروف خاصه او اي خلافات خاصه، سواء للزوج او الزوجه او الاخت اللي موجوده. وده اللي احنا حاليا الخطوط اللي احنا ماشيين فيها. طبعا اهتمام السيد وزير الداخليه واهتمام السيد اللواء السيد شفيق مدير مصلحه الامن العام، بالتنسيق مع الامن العام عندنا هنا كله، الحمد لله اهتمام غير عادي. كلنا موجودين حاليا في موقع الحادث، كلنا عندنا دلوقتي اصرار ان شاء الله اداره البحث في اسكندريه هذه القضايا الصعبه اللي هي طبعا بتثير الراي العام وبتشكل فزع للمواطنين. الحمد لله ربنا بيكرمنا فيها ان شاء الله عشان نجيب حق هذه الاسره ان شاء الله، نقدم الجناه للعداله باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء.